فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أردت الزواج بامرأة اشترط علي أو اشترط علي أهلها أن أسمح لها بالذهاب للابتعاث في الخارج مع أخيها بعد زواجي بها، يقول: فوافقت على شرطهم، ولكن بعد الزواج تبين لي أن الأحسن عدم ذهابها فامتنعت من ذلك، فقيل لي إنني آثم وإن المسلمين على شروطهم. على شروطها مستحيلة، هذا شرط غير صحيح، هذا شرط غير صحيح. المسلمون على شروطهم الصحيحة إلا شرطا، ولهذا في آخر الحديث: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا يحل حراما، أو الدراسة في الخارج وذهاب المرأة إلى آخره. نعم.